بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحباب الكرام متابعينا ومتابع القناة. ما يغلاش عليك، ده اسم المبادرة اللي أطلقها رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة المالية، الخاصة بمنح مبلغ حد أقصى 1000 جنيه للمواطنين على بطاقة التموين أو 200 جنيه للفرد داخل بطاقة التموين. المنحة دي طبعا دلوقتي أصبحت حديث الناس في الوقت الحالي، والناس بدأت تستفسر إمتى هتبدأ وإمتى هيبدأ الإكوزيون وحينتهي إمتى، وكل تفاصيل الموعد دي هي اللي هتكون معانا أحباب الكرام من خلال الفيديو ده بتصريح من وزارة التموين رأسا. فخلينا نعرف التفاصيل بس بعد ما نعمل اشتراك في القناة ومشاركة للفيديو وأخيرا إعجاب إعجاب بالفيديو. تعالوا أحباب الكرام نشوف التفاصيل مع بعض ونقول ان التموين تعلن بدء الاكازين الصيفي اعتبارا من 26 يوليو. يبقى هيبدا امتى؟ هيبدا يوم 26 يوليو اللي هو هيكون موافق يوم الاحد اللي هو يعني الاحد القادم. طب خلينا نقول، كشف ايمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية موعد بدء العمل بالاكازين الصيفي اعتبارا من يوم 26 يوليو 26/7 الجاري ولمدة شهر، على ان يتم عرض المنتجات باسعار مخفضة للتخفيف من معاناة المواطنين. يعني يا احباب الكرام كده الاوكازيون هيبدأ من يوم 26 يوليو وحتى 26 اغسطس، من اواخر 7 لاواخر 8. ليه بقى هيتم عرض المنتجات؟ عشان تخفيف معاناة المواطنين. اضاف ايمن حسام الدين في تصريحات ان المشاركة في الاوكازيون ليست الزامية على التجار، وعلى وكل تاجر يرغب في المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في دائرة محلهم التجارية. يعني المبادرة او الاوكازيون ما هوش الزامي على التجار، لا، التاجر اللي عايز يشترك هيشترك واللي مش عايز يشترك ما يشتركش. ليه؟ اولا هل في منفعة للتاجر؟ طبعا، لانه الخصم 10% دي مش بيتحمله هو كتاجر، لا، بتتحمله وزارة المالية او بتتحمله الدولة اللي هو بيتم خصمه من بطاقة مين؟ من بطاقة المواطن. فالمبادرة ليست إجبارية على أحد من التجار. اللي عايز يشترك بيروح، بس أهم حاجة يروح مسبقا قبل كده لمديرية الأمن عشان يشترك في مين؟ في المبادرة، آسف، لمديرية التموين. وأوضح أن وزير التموين وجه بإجراءات صارمة للتأكد من وجود المنتجات المعروضة بالأوكازيون الصيفي هذا العام، فضلا عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له، حيث تستشمل فترة الأوكازيون مرحلة عيد الأضحى المبارك، وأن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلعة المعروضة للبيع وموضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون. طبعا التاجر ملزم أنه هو يعمل تخفيض على السلعة بتاعته، فعلشان كده لازم يعرض سعر السلعة بعد التخفيض. ده غير التخفيض طبعا اللي هو 10% اللي بيحصل منها المواطن من بطاقة التموين زي ما ذكرنا في فيديو قبل كده. احباب الكرام كده احنا نقلنا لكم الخبر، نتمنى ان نكون نقلنا لكم معلومة مفيدة. لو في اي سؤال سيبوه لنا في تعليق. الى ان نلتقي بكم في فيديو اخر، لكم منا اجمل ورق الامنيات والتحيات. دمتم في امان الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.